مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا إلى الكلمة 16 من كلمة ألف، كلمة في دقيقتين، دقيقتين فقط سنتعلم أسرار كلمة أكت. كلمة اليوم أكت أكت أكت، كرر هذه الكلمة عدة مرات أكت، سنكتشف أسرارها. Get ready, write all the phrases، اكتب جميع العبارات. So you need a notebook، تحتاج إلى كراس. A pencil، قلم. Just 2 minutes، جهز نفسك. إذن say after me aloudly، قل خلفي 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقن لفظ هذه العبارات. كلمة act لديها الكثير من المعاني، كلمة تأتي بمعنى قانون، عمل أو فعل معين أو عقد، وإذا أتت على شكل فعل تأتي بمعنى مثل، خدم، نفذ أو أدى دور معين. إذا اشترك بالقناة الآن وفعل زر الجرس حتى تصل جميع الدروس، واضغط على لايك، وهي لنكتشف الأمثلة المتعلقة بكلمة act. The act to abolish slavery. The act to abolish slavery. العمل على إلغاء العبودية. Slavery عبودية. The act to abolish slavery. مثال الثاني. We must act. يجب أن نتصرف. We must act before we are. قبل أن نكون. Punished نعاقب. For moving للتحرك. For moving too slowly ببطء. إذن we must act before we are punished for moving too slowly. كرر هذه العبارة عدة مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح. مرادفات كلمة act: role, work, doing, contract, represent. انظر إلى معاني هذه الكلمات واحفظها بشكل جيد. أيضا العبارات، أهم العبارات الشائعة باستخدام هذه الكلمة، كلمة act: to act with impunity. To act with impunity. To act with impunity. To act like an idiot. To act like an idiot. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الكلمة القادمة.